السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، اشتراك يعني لي الكثير وباقي شيء على المليونين. صلوا على النبي ودعواتكم الوالدي بالرحمة والمغفرة بعد قلب، الله يجزاكم خير إن شاء الله. سلسلة جديدة بالقناة اللي هي يوم مع يوتيوبر، شوف حياة اليوتيوبر شو يسوون بيومهم 24 ساعة وش يسوون، بنعيش معاهم. اول يوتيوبر لهذا اليوم اوبلزنج، بسم الله. الان توجه الاوبلز، طبعا علمتك قلت اسمع بصور مقطع جايك البيت، نظف البيت ما نظف مو شغلي، بسم الله. الله يستر من جدول صالح، انا ما ادري ليش بديت فيه بس حسيت انه لازم ابدا بصالح. يا رب ما يجيب طاري ورشه وتصليح سيارات، يا رب هذا اهم شيء. انا هذا اللي جاي هم انه يصلح السياره، يبينا نصلح معاه، لا كنسل ام السلسله ويعطيكم العافيه والسلام عليكم. اشتركوا يا جماعه، اشترك فاضي ما عندك شيء. انا ادري انك تابع كل المقاطع يا بعد عمري، والله ما تقصر، بس ادري تاكد يعني انه طالع لك ابيض انه اشتراك ابيض. طيب احنا وصلنا، بس خلنا ادق على صالح. بسم الله. هلا وبلزنج، مرحبا. انا وصلت. اي نعم وصلت. وين اجي؟ حلو، هي على طول اطلع ادخل من الباب اللي عندك. ايوه اطلع على طول ودق الجرس، انا عند الباب. يلا بسم الله. السلام عليكم. مرحبا، حياك الله. مرحبا. هي مقطع سيت اب. مقطع داخل بيتك، شوف كيف تصميم بيتك. لا لا انسى. على كيفك جدك. ايه مقطع سيت اب. اوه ماي. هلا وبس، يا مرحبا، شلونك؟ هذا السيت اب حقي. اي ما شاء الله، السيت اب مره عجبني. اوريكم شيء. مره من الغرفه. الله، هنا صالح يطلع بالمحاكيه، نصنع المحتوى، هنا نصنع القطع. والله على طاري هذه توني طابع همس. اي وش ذي؟ تعال اوريك. شوف انا عندي هنا زحمه بطاريات. اوكي شوف قربش. والله مفيدة، بدل ما تكون كذا. ولا شباب شوف صالح، بدل ما تكون صالح. ها والله مفيدة. انت صانع هذه عشان تحط الحجر؟ اي شوف، والله ترى شوف 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 شوف، مستعد؟ اي انت صنعتها؟ والله مطبوع، والله طبعتها طباعة. طيب اسمع، ابي كل شيء اي شيء تبي، ايش تبي؟ شوف 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 شوف، مطبوع والله، بس لسه ما ركبت ضرس اللي تحت. طيب اسمع صراحة خليني بقولك شيء، بعلمك المقطع وشو المقطع. ابى يعني اعيش مع يوتيوبر يوم كامل، ابى اشوف ايش يسوي بحياته يوم. لا صالح صالح، لا والله وين اسمع، يومي ما في شيء. ابعلم اصور اوه والله ذكرتني. ها والله اليوم ابى اغير زيت السياره. لا 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 ركزي. لا ورب الكعبه والله لا كنسل، والله زل. لا لا اسمع، شفت العده ذي؟ بتشيلها انت بعد شوي، بننزل السياره تحت. انت صادق وطقطق عندي؟ لا شوف، هو بنغير في محل بس في شويه صيانات نبغى نسويها. انا اسوي صيانه سياره. جا لين عندي قال ابي يعيش يومي، صح؟ ايش تبي؟ طيب اسمع صح، يومي. طيب اسمع اي ابي اولا استرس ايش متوتر؟ انا متوتر لانه قايل من السياره، قلت يا رب ما يجيب طاير سيارات تصريح وزيت وما زيت. تبغى يومي ولا تبغى يوم للي؟ لا يومك انت. خلاص هذا يومي. شوف الحين انا بصور مقطع، ان جيتني وقت تصوير مقطع والله. ايه لا والله العظيم اني بصور وتخرب مقطعي. والله اني بصور مقطع وبوريك كيف اشغل الكاميرا وذا. وشوف كنت انا بمحاكي. وي سلام عليكم. هذا يوم يا اخي، ايش تبي نسوي؟ تبي اكذب اصنع يوم؟ لا 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 والله صدق، انا في حياتك صدق. لا والله هذا يوم. شوف بنصور بعدين بننزل ندلعك، ناخذ نمر بارنز، ناخذ كافي، ناخذ صادق تم. بس اول شيء قبل لا تصور مقطع ابيك تصنع لي شيء كذا انا والجمهور نشوفه. تصنعه والله؟ واذا خلصنا نشوفه. عندك سماعه صح؟ اي والله. اذا خلصت تصوير ايش تسوي فيها؟ احطها على الطاوله. طيب شوف، الله شوف 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 شوف، والله مطبوعه. شوف شوف هذه مطبوعه حرفيا كلها. شوف زي المسامير. شوف خليني افكر. والمسمار بعد مطبوع كله بس اني مغريه، انا حطيت لزق هنا. بس شوف اذا المصور يقدر ينزل، شوف ثبتها مسمار كله مطبوع. بعدين خلصت تصوير. سلام عليكم. والله انها حلوه. ايه انا اصور سنابات على الطاوله كثير صح؟ ايه شوف حط الجوال. شوف يا سلام يا صالح، ارتفاع. شوف والله كلها والله مطبوعه طباعه، كل شيء. اي تصدق حياتك فيها تقنيه وفيها اشياء حلوه. اقول لك اللي تبي ايش تبي بس. طيب اسمع ابيك تصنع لنا شيء، ابيك تصنع لنا. تبي للسماعه؟ تم بتجيك هذه. هين هذه ابيها للحال بدون تصوير. تم ابي مع التصوير.
شوف قمت تدلع شوي. ابيك تطبع كاب. والله كاب احط ذكريات عندي وغلفه واحطه داخل قزازه انه هذا من اوبلز. كاب. كيف اطبع كاب؟ ما لي دخل عاد اطبع لي كاب، ما ابي كاب. واذا جبته؟ لك اللي تبي. والله. والله. تشهدون؟ ايه. وربي لو تقصها. والله ما قصة تعرف ان انا ما اقص. خلاص تم تم. ايه اختر اللون اللي تبي، شوف الوان هنا. كذاب. ابي بنفسجي دامي لابس بنفسجي. خلاص تم تم خلاص شوف في كل شيء هنا اللي تبي. طبعا هذا قسم الطباعة عندي. حلو. اطبع فيه اشياء استفيد منها، تعليقات، شوف. انت يعني ما انت مصدق دقتها، هذه مطبوعة. واو التفاصيل. والله اخذت ساعتين تقريبا هذه. هذه بساعتين. شوف. اح. هذه مطبوعة، كل شيء. باللون اللي تبغى، بكل شيء، شوف القطوة، انت تحب القطاوة ها؟ مطبوعة. هذا قطو يتمغط. ايه. حتى هو يتمغط طبعته كل شيء يا حبيبي. غير الادراج هذه ترى انا احب التقنيه واحب الصيانات وما ادري ايش. هذه الخوذه حقت الدباب انت طابع لها تعليق، شوف مطبوعه، شوف ركب، ترى هذه حقت قطوه. شوف والله اقول لك شيء صالح، انت مشغل نفسك والله ما شاء الله. اي انا وقتي ثمين صراحه، واستفيد منه يعني في كل شيء. والله يا كل شيء هنا مرتب ومنظم. تبغى تاخذ لفه على الدراج؟ شوف. اه هذه اغرب المنتجات لسه ما لا احد يحرك. عندنا هنا درج الاسلاك العشوائيه. ايوه عندنا. دقيقه انا ما شغلت من المايكات. هذا الدرج مايكات. حياك الله اخ رايد. يا هلا وسهلا. ايش تبي جاينا اليوم؟ ابي العب محاكي. تلعب عندي بمقطعك ينزل. والله تم. يلا تم. دبر لنا لعبه الحين. نلعب الحين. طبعا عندي محاكي هنا وهناك. تم كل هذا. هذا كنود. لا هذا تشبك فيه المايك يعني تقدر تسجل كذا وتقدر تبعده يسجل في نفسه. شيء والله صالح ما شاء الله عليك. عندي هنا الاتاشمنت، اي قطعه للجو برو، تعليقات مدري زي هذه، تشوف حقه الخوذه هذه اللي قدام هنا، تعليقات هنا. انزليت جيت انا طفشان وابغى اوريك اشياء. ايوه هنا والله شيء حلو يا اخي. اشياء عشوائيه، هذا القبضه تذكر تست. ايه ذواكر ما ذواكر. عندي هنا درج الكاميرات، هنا عدسات، شاشات، سكشن، هذا اللي تعلقه كذا وتعلق في كاميرا تخسي تطيح. شوف المصور زعلان يبيه من ما. كذاب حلوه يعني. هنا الادوات الكهربائيه عده ما عده، تقطيع اسلاك. شوف يا ولد سباك انت، شطاطون سكريب. تدري والله العظيم ما اذكر اخر مره دخل عامل عندي، ما اذكر والله. كل شيء تشوفه في البيت والله انا مركبه. شوف هذه انا مركب كل شيء كل شيء كل شيء. مستحيل ما احب. عندي كل عفشي هنا، كل الاغراض اللي احتاجها. طيب في شيء انا مستغرب منه يعني. شوف هنا في كاميرا وفي اضاءه. الاضاءه اللي وراك هذه ليش؟ هذه يا طويل العمر عشان انا اصور في الظلام، انا اطفي كل شيء، اقفل ستار وكل شيء. ايوه اشغل هذه تنور وجهي، بس في الظلام وانا لابس اسود جسمي مو واضح للمتابع. كانك بدور قبه. ايوه فهذه تعطي كذا حد. ايه يسمونه دقيق. وهنا عاد هذا درج التحفير، الصيانات العامه، الاشياء الثقيله. الحين يا طويل العمر انا بصور مقطع. حلو. نفس واحد ما ابغى اسمع. مايك يلقط. أبلعب. وش تلعب؟ أبلعب معك بمقطعك وبطلع بمقطعك وأنا ألعب اللعبة اللي أنت بتنزلها لهم. والله هذه مي بشينة. أيوة يلا. والله هذه حلوة. طيب شوف روح. بالنسبة للإضاءات أنا عندي شابكها على الجوال. يقعد أنا شغلي كله يده ويقوم ضغط ومحمد باي. شوف الإضاءة هذه، تدخل التطبيق حقها بعدين تقول لا أصبر بقمن. إيه شوف اشتغلت. ترى بس شيء بسيط. أنت ضغطك على هذه بس؟ أي أنا وجهي هذه فقط. شوف. شوف طبعا تحول مقطع الى شرح. انت تبغى تعيش يومي، تبغى تعيش يومي. اي بعيش يومك عادي عادي عادي. شوف هذه حاطها تقريبا 2% بس. لون اخضر. انا كنت حاسب اصفر والله. مو تضحك عشان لا والله لو عشان الله يعوضك بالجنه. اي والله جعلك تشوف الخضار وتشوف كل شيء بالجنه. الله يعوضك بالعكس. ربي يحبك جراند. حتى نغمه سباكين والله العظيم. انا جاي انت بس يا حبيبي جاي اجلس خليني اوريك الاضاءات وذا. يلا طبعا الحين انت صالح اوبلز. ايه بسم الله. السلام عليكم. لا مو كذا، هذا ما ادري من. طيب اجلس في النص قرب شوي. خش زياده. اما اخش كذا باكل بسم الله. شوف تشغل كاميرا تشغل برنامج التصوير الكاميرا، نشغل برنامج تسجيل المايك. برنامجك غير عننا يا حبيبي، احنا نصور 4K ابو مشبوك ما شاء الله. اي طيب تكت السلك مشبوك، بس مشبوك اموره زي الحلاوه. ايش فيك؟ تجيب الكاميرا عشان يحطون اشتراك. قول لهم اشتراك يا جماعه. اشترك والله لو ما تشترك انت على الشرق يعني. والله اشترك يا غلا. شوف كيف الاضاءه كيف مضبطه وجهك. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. بس اني ما حلقت انا والله ما حلقت. واسوي حركه احيانا. شوف هذا جلتش يستخدمونه المحترفين. شوف افتح شاشه بيضه هنا، احطها على الجنب هنا بس.
شوف وجهك قرب شوي كانك متصور. قرب. شوف 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 وجهك شوف شنو شوف كيف ظلم. بس يوم نفتح هذا الشيء شوف طالع هنا. أيوة شوف. أطلع. واو حتى تشيت نور. وأبدأ تصوير. السلام عليكم. حياكم الله يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك. اشتراك والله يا جماعة اشتراك مهم عندي. قسم بالله مجرد ما تشترك أنا استانس. كيف أنا؟ شوف هذا المايك يا طويل العمر كذا يصير. مش ما شاء الله. خلاص. كذا. كذا أنت مستعد. تصنع محتوى جميل. إيش هذا؟ طيب وش مقطعك اللي بتصوره صالح؟ وش مقطع اليوم؟ والله كنت بصور وقت مقطع والله. والله زليت استاهل. تبغى تحرم المتابعين من يبغى يحرم؟ لا والله لا والله انا معكم. أيه. معكم بلعب لكم. وش كانت اللعبه؟ محاكي الفندق. شفتها الحلقه الاولى نزلتها. ايوه اتك عندك فندق وناس يجون يستاجرون تنظف الغرف تاثثها. كذا والله. الحين الجزء الثاني. الحين بصور الجزء الثاني. يلا يا متى نزلت الاول؟ كيف تلعب معي انت؟ انت تلعب شوي وإذا أنا شفت شيء فيه عجبني بقول لك قم قم قم. وإذا ضيعت الزباين حقيقي. ما عليك ما عليك عندي أنا أمسكهم. يلا بسم الله. يلا يلا يلا. يلا. والله إيه ترى ما أمزح والله بصور. والله صور العب روح. خلاص تجلس هنا. وأنا بجلس هنا. مؤدب وذا. هذا مقطع شكرا الله مقطع إني أعيش مع يوتيوبر. يلا ابلع يا رايد. فالحين شوف قبل ما نبدأ تصوير نتأكد كل شيء تمام الصوت تمام هنا شوف في صوت. بس خلنا نشوف المقطع عشان تصوره. هذه اللعبة كذا شوف. أجلس. عندي ثلاث أزرار أضغطها. أنا بجلس هنا زي البوت بمقطعك. بجلس كذا. بسم الله. الزر الأول هذا يصور اللعبة. صورنا اللعبة. الزر الثاني يصور الكاميرا. الزر الثالث يصور المايك ونقول يلا بسم الله هذه مقدمة. هذا السينك عشان الإديتر بعدين يعرف المايك يربطه مع الصوت مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وحياكم الله في الحلقة الثانية من لعبتنا الجميلة محاكي موظف الفندق. طبعا اللي فاتت الحلقة الأولى أنصحكم بشدة إنك تشوفها لأنها بتعرف إحنا كيف وصلنا هنا، من وين لنا الفلوس هذه، الفندق هذا كيف نشأ من الصفر ولا هو معنا من أول، الغرف هذه كيف ضبطناها كيف أثثناها. فحياكم الله في الحلقة الثانية اللي موعودين بإذن الله أنها تكون ممتعة. طبعا ممكن تلاحظون رايد هنا في الخلفية. السلام عليكم شباب. لأن حرفيا والله قاعد يصور مقطع القناة. متى بتنزله؟ بنزل إن شاء الله بعد كم يوم. ما أدري إذا أنا بيزن. يا أنا قبلي يا أنا قبلك. ما ندري. عموما نشوفوا مقطع بيكون مقطع رهيب. أعطونا لايك واشتراك يا جماعة وبإذن الله أنا بنظف جايبني عشان أنظف الفنادق معه. إيه أنا أي غرفة تتوسخ وطلع منها الزبون رايد بيروح. يلا تفضل. فبسم الله الرحمن الرحيم. أنا شوف 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 قلة الحياة. يعني يجون يسكنون ويرمون. شوف هذا شاخ هنا في الأرض ليش؟ الله لا يسامع عدوك. لا الحمد لله الحمام نظيف. يعني الحمام معليش يا ابو مشوع مو لانه ما استخدمه استخدم بلاط الغرفه. اي استخدام اي هو ما استخدم. اي والله كان حشران واعطاه في الارضيه. والى هنا يا جماعه الخير ننهي الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسون تدعمونا بزر اللايك، تشتركوا في القناه، تفعلون جرس التنبيهات. قناه رايد برضو تحت في الوصف لانه كان موجود. سلام عليكم. رقدت انت؟ خلصت انت؟ طبعا هذه محروقه. طيب صالح اصنع لنا شيء بالله على طول. ترى اذا طيب وش تبي؟ ابي اي شيء اي شيء. طيب شوف ابو مشواح الان انا داخل في موقع حق الطباعه. كل شيء كل شيء هنا ترى تقدر تطبع كل شيء. اي شوف هذا هانجر. انت عندك كابات واجد صح؟ تستهبل. طيب اقدر اطبع لك تعليق الجدار تحط فيها الكابات. شوف شوف كيف. يا سلام. كابين ثلاثه. اعطني والله والله اعطني. خلاص نختار النموذج هذا نفتح برنامج الطباعة. رابط هذا مع على طول يا حبيبي. ما شاء الله. أيوة. واي فاي. ايه. واو والله واو ما شاء الله. شوف هذا شكل النموذج تمام. نختار الطابعة المناسبة لأن أنا عندي ثنتين أفضل هذه الصغيرة. حلو. بعدين نقول هنا سلايز ونختار اللون الأسود. أنت تقول أقسم بالله أني أحسب هذه ثلاجة والله العظيم. من جدك؟ بغيت تقول لك ما في موية ولا شيء والله العظيم أحسب إنها ثلاجة. طلع الطابعة يا سلام. لا طابعة الله يصلحك. شوف الحين نقول خلاص اخترت اللون الأسود هذا. وهنا نقول سنت. شوف قاعد ارسله للطابع. شوف الحين بتشتغل لمبته هنا. شوف تبدا تصحصح. شوف ولعت اللمبه ذي بدات تستقبل اشتغل. خلاص قاعد يحمل الملف. متى يبدا يصنع الان؟ والله بس 3% هذه تخلص. يلا يلا خلينا نشوف كيف يطبع. نبغى نشوف اول ما يبدا طباع بعدين مشاريعنا اليوميه. تم يومي صح. اي حقك خلاص. والله شوف المقطع هذا الوحيد السلسله الوحيد اللي انا ماني دخل باي شيء بالسلسله. خلاص انا يعني امشي كذا ادبدا بتعيش والمتابعين برضو يعيشون يشوفون وش نسوي. يعني خلصنا تصوير مقطع الحين عندنا كم او شوف الحين يعني تعطيك رساله انه او ترى بديت اشتغل. شوف انا ايش عندي هنا. عندي درج حق الصيانه هذه. والسلام. وعندي هنا درج تنظيف ما تنظيف. شوف ضروري جدا عندك هذا مسحه زي المسحه الطبيه الكحول يسمونه. تبخ هنا تعطيه مسحه سريعه كذا عشان اذا في اي غبار ما ادري ايش لانه ضروري ان الطبعه تلصق. لو الطبعه ما لصقت ما راح تطبع كويس. طيب يلا يلا عشان كذا هذه مقفله عشان ما يدخل هواء يبرد يخرب غبار. طبعا اللمبه اللي تشوفها هنا انا مركبها معلوميه.
وهل هذه هي تجي كذا بس انا مركبها. وهل هذه هوايه؟ هوايه والله. والله العظيم بس هوايه مكلفه غاليه خاصه. هذولي مكلفين الشركه هذه نفسها. كم سعره هذا تقريبا الجهاز هذا يا طول العمر؟ هذه لا هذه يمكن 600 دولار الجهاز. 3000 ريال 2000 وشيء الجهاز. هذا اغلى، هذا يمكن 7 و8 والله. اي بس هذا دقيق، يطبع لك اشياء مجنونه. هذا سريع، شوف الحين قاعد يطلع القديم. شوف قاعد يذوب، شوف هنا انا هذه طبعتها، تخيل زباله. واو. اذا طلع القديم شوف الحين يتفل طين. شوف اصبر شوي. اسلم خلاص، نظف البرطم حقه الحين. اي والله. هذا تست الاهتزاز، يشوف اذا اهتز بقوه هل بياثر ولا لا. ترى كل هذه انا طابعها معلقهم فوق. والله القواعد هذه شوف طباعه ما تجي فيها. ما شاء الله عليك بحر. صالح بحر. صالح ليه ما ادري عنك بالايام اللي راحت انك تسوي كذا واشياء كذا غريبه؟ وين انت ما تتابع سنابي؟ اتابع سنابك. فشتهم في السناب. والله اني اتابع سنابك، كنت تسوي سياره وانت تسوي هذا. بس ما دريت انك انت قاعد تصنع اشياء هذه، تصنع اشياء كل شيء. الان انا شغال على مشروع اصنع قطعه تخليني اركب شاشه داخل سيارتي القديمه، التشارجر هذه شاشه مراقبه كذا. بس يبغالي اخذ مقاسات واخذ. ترى بحر والله، يمديك تصنع لك اللي تبي، كل شيء. شفت الموقع اللي دخلناه؟ لا، وفي برامج تصمم انت الشيء، اي شيء اي شيء تصمم كذا، ترسم رسم وتطبع. هي بدأت تطبع الحين؟ ايوه. شوف الحين قاعد تطبع هذا، تشوف كيف قامت تطبع. شوف الحين هنا يوريك، يبغى لها ساعه و42 دقيقه وتخلص. والحين تقعد تدبل تدبل تدبل. أيوة تبني 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 تبني. الله، ماينكرافت. اي حرفيا كنا شوف تبني لك اول طبقه، وهي يسمونها اصلا لايرز، طبقات يعني فوق بعض فوق بعض. شوف كنا قلم والله. هي قاعده تصبغ الحين. شوف ما شاء الله. نخليها نخلص، نخليها ونرجع نروح الجدول الثاني. يلا مستعد؟ اي وين؟ طيب وين؟ ما مو طيب بشغل. اي سياره؟ مو بشغل مو بشغل. ما تعرف ايش السياره صح؟ لا زحف والله، ما في الا هو ولا الدباب. والله جاي مفتاح احتياط. لا دباب لها. ليه؟ تمسك ما شاء الله. طبعا هذا الرام ما شاء الله. هلالي يا ولد. ها؟ هلالي ذا. اي يبغى له صيانه ترى. ليه؟ يبغى له زيت، يبغى له، بنروح نشيك. وروح والله انت اخترت اليوم اللي انا ابغى اسوي فيه صيانه. لا تبغاني اجل صيانتي عشانك يا رجل؟ لا لا والله. بس وثانيا روح شغل الدباب عشان من زمان ما شغلته. والله روح، ما امزح. والدباب نبقى هنا جراند. انت جراند؟ ايه نبقى كذا على طول كذا ما شاء الله. اي بس طاشه كذا ليه؟ وش طاشه؟ دبابه داخل غرفه النوم، يبقى هنا هو عادي. ادري عني. طيب اشغل بعد. اركب. يركض فيني بطب ترى. لا ما اعرف. هات المفتاح. ها. تكت في الفاضي في الفاضي. اضغط هذا الاحمر تحت. اللي تحت هنا يشغل. اصبر. بينفجر. يلا شغل. ما شاء الله. خليه كذا يحمل. شوي وبنحركه قدام شاشة الكفرات برضو. لا بس كنت. انت انت انت. ما اعرف. ليه؟ والله ما اعرف. بعلمك بعلمك. اركب انت بشوفك. طبعا كذا. ترفع هذا. حط اول. جراند والله يحسبنا بجراند. طيب تهبط عشان ما يقول اعطاه عين. والله من زمان من زمان. الله ضيق زحلك. طيب انت الحين كذا كل كم تحميه؟ يعني اسبوع مره. خليه يشتغل بعد شوي. يشتغل، تحرك كفراته شوي. حتى السيارات ترى اذا وقفت السياره فتره طويله افضل انك تحركها شوي. طيب السياره هذه نادره؟ هذه نادره والله. هذه نسخه 44 من 50 نسخه. يعني ب 50 نسخه بالعالم. ايه ما شاء الله على المواصفات هذه. امسك شغل. سواق انا ولا بصور؟ ما تبغى تعيش يومي ولا ما تبغى؟ يلا اسمع، ترى غير عادي تعرف. اي اعرف السوق عادي يوم اني طفل. يلا فك الاتش. وحش وحش يا ابو مشواح. الله يذكر عافيه. ما شاء الله، الله يعطيك خيرك فيك شره. تعال تعال سمعهم الطرب. تعال. لا لا باقي بارد. ما يعجبك الصوت؟ ما احبه ابد. من جدك؟ مالي بالسيارات انا. يلا خلينا نشوف. الله يعين على الزحمه. انا ما ادري كيف يركب المصور. ما ادري بشوف الحين كيف. في الحوض بيركب في الحوض يقول. طيب الحين يشوفون بالشارع يقول الله انها نادره ولا عادي؟ ما يعرفون، بس يشوفون شيء يلفت بس انه اوه وش هذا اللون؟ كيف كذا سياره لها جناح ولها لونين؟ في مسجل بعد؟ ايه شوف. وش جو؟ والله انا قايل لك من جراند والله العظيم.
يلا حيهم يا مرحبا. عسى ما في ضيق بس يلا. لا لا ايش اضيق بالقلب. طبعا الحين مهمتنا زي ما قلت لك والله السياره يبغى لها صيانه. طبعا ما شاء الله شوف الممشى 6000 فقط ما شاء الله. السياره موديل 2004. موديل 2004 شوف هنا مكتوب نسخه كم؟ 44 يعني. من كم؟ 44 من 50. من 50 يعني السياره ما شاء الله نسخه نادره جدا. طيب الحين وين نروح صالح؟ الحين ابغى قهويكم والله. الله يجزاك. المفروض قهويكم في البيت بس انشغلنا وكذا الحين بروح بارز. وصول. لكن بارز وانا كذا جالس اشرب كذا عادي ايش المشكله؟ تتربع عشان تشرب. اي بس توسع. ما عليك هنا في مكان اكواب هنا في مكان. واذا الحوض ترى تقدر تفتح من هنا وتطلع ورا اذا تبغى. اي نعم ضحيه انا زار. هلا مرحبا حيهم حيهم وانت زيهم. شوفوا رايد راكب في النص. هلا هلا. هنا بعد هلا هلا مرحبا. هلا والله السلام عليكم. هذه من الاشياء الجميله في السياره زي ما قلت لك. انا مخطوف بالنص. المتابعين يقفطونها ما شاء الله. والله. اي على طول. طيب نزلت انها باليوتيوب؟ ولا نزلت شيء بس سناب. سنابات. بنزل عنها باليوتيوب طبعا انت بتحرق علي بس مو. لا رازم. شوف هذا مو تفصيل مقطع. صح صح. مقاطع خلاص ما بوريك المهارات الاضافيه. اي لا انا ما اعرف. متابعين اتوقع انهم زي تعرفون انتم بالسيارات ولا لا؟ مستحيل ما يعرفون. والله؟ اكيد يعرفون. يعني انا من الناس اللي يعني نادر اعتبر انا ما اعرف بالسيارات؟ يعني صدمه يعني الصراحه. والله مره يعني ما اعرف. كان يعني محشومه ابو مشواح كان في بنت ما تفهم في الميك اب. ما ايش؟ مستحيل صح؟ يعني عشان نصير رجال تعلم سيارات. لا ما له دخل بس. شفت السياره ذي اقسم بالله ما اعرف موديلها كم. هذه كرولا 2008. وهذه ما اعرف. هذيك اوريون. والله اني مره ما اعرف يعني بعضها ترى هذه اللي قدام والله ما ادري ايش انا اعرف اشغل سياره امشي اروح اخلص مشواري ارجع يا رجال كويس تعرف تشغله اي والله بس اني اسوق تدري من متى؟ من يوم اني ابولم توسط اسوق والله يا اخي لا سمح الله احتجت شيء السياره فجاه كذا ارتفع عدد الحراره ايش تسوي؟ الو فزعه ما في الو لا ما في الو ما نبغى الو نبغى صلح وقف على الجنب تحرى عن المشكله وابحث عن حلول ولا ما عندك؟ ابدا والله صفر صراحه والله. شوفوا وين وصلنا يا جماعه ابوك البشريه بارز احنا قلنا مدحنا اي شيك ان تركي وما شاء الله الناس اي شيك تركي جديد انت ما جربت؟ لا والله ما جربت القهوه التركيه ايوه احبه مو مره قويه تم لا بيعجبك بس انا احب ايس شيك مايت موكا عندهم حالي هذا حرفيا اسمه ايس شيك تركي نفس الموكا بس انه تركي بدل الموكا تم السلام عليكم كيف حالك؟ وليد والله ابدا صدق والله عطني اثنين ايس شيك تركي صدق المغسله ذي فاضيه انت تبي الحين مغسله ولا تبي والله ودي اغسل زيت والله ودي اغسل زحف بنغسل اي ورب الكعبه ورب الكعبه ما تغسل لا يومي لا بتغسل وتضبط وقد ارتب لك لا 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 يا احمد ربك كنت بمر من المفروشات احمد ربك ايش؟ والله كنت ابغى تعيش يومي ولا ما تعيش؟ ابى اعيش يومك قد غسل سياراتك وتضبط زيوتك لا حبيبي عيش يومك بس الزيت بروح زيت خلاص ما وصل ما بغسل خلاص يلا انا مع السياره تحتاج والله غسيل يلا بعدين الغسيل بعدين زيت الحين يلا الله المستعان يلا شوف هنا مكاني هذا انت هنا اسمع قرب مني شوف يا سلام ما قد جربته صح؟ بالله يبغى رايك الصادق ولا ايه في شيء جوا وشو؟ في شيء جوا وشو؟ القهوه اظن القهوه اي حلوه ذي كنا اوريو جرب ابغى رايي صدقي الله بس اقسم بالله انه حلو في قطع لا تجامل اقسم بالله انه حلو حالي وفي قطع لان انا ما اشرب القهوه المره اصلا ولا الطعم التركي مو مره كثير لذيذ يا جماعه جربوها بارنزينج ثانك يو رايد حط الموتر ثالث ها؟ ثالث وحش الان وين؟ ها تقهوينا واللي علينا بالخير صح؟ ايه زيت يا حبيبي الزيت خله اخر شيء طيب اي جدول ثاني من يومك نحط الزيت بعد شوي لا انت جيت في وقت انا كنت ابغى اشيك الزيت يمكن ما نغير ترى بس بشيكه اذا احتاج تغيير بغير اي ادري بس انا اقول نجدول شيء بعد الجدول نحط الزيت لا زيت الان انت حرمتني من الغسيل الان زيت اي واحد زي صالح في كذا مرض السيارات يكتب تحت عشان اعطيه بلوك يا اخي ما في شيء اسمه مرض السيارات هذه هوايه يا اخي نفس اللي يتابع كوره ليش ما تبلكهم؟ صح ممكن هواية والله اني صادق انا اللي ظلمتك والله ناس هذا شيء جميل تشغل وقتك فيه مو بس كذا روح للزيت وبشرب الزيت اللي تبي خبره يعني تكتسب مهاره كيف تتحكم بشيء بهذا الحجم بس ما تعرف كيف؟ يعني انت تعرف تمشي بس كيف الشيء هذا يشتغل؟ ما حد يهتم؟ لا صادق يو يو يو
بسم الله بسم الله. صاد بالغلط بس. صاد صار عنده ورب الكاميرا اطرش هنا والله اطرش. ايه قلت تسرع علي يا اخي لان الشارع ناعم والله. ناعم زحلقت السياره قلت هي. ما زحلقت. انزل انزل. والله بيك معي. زاحف. والله. تعال. انا ان شاء الله اقرا دنيا ولد، انا ان شاء الله اقرا دنيا. طبعا. تعال قرب. لا لا زحف. والله تقرب. طبعا شوف هذه ماكينه السياره تمام؟ عندك عيار زيت تقدر تشيك منه زيت وتشوف حالة الزيت وتشوف أموره. طبعا السيارة تستخدم زيت اسمه موبل 1 1030 هذا رقم الزيت حقي. موبل 1 1030 فيه؟ 1030 ايه موبل 1 ما فيه؟ طيب للأسف الزيت هذا بيكون نازل. ايش فيك فرحان؟ لا بس فرحان ابن الذين فرحان. يعني الزيت هذا مو موجود خلاص ما تعبي صح؟ اي يفضل اللي تنصح فيه الوكالة. طبعا ابو مشواح من هنا السيارة تتنفس. هذه الماكينة؟ لا يا حبيبي هذه الماكينة هنا تسحب هواء. الاير انتيك يسمونه. فيه زيت؟ هو مو مشكلة انه فيه. ها؟ المشكلة انه ذا كان مسود. وهذا زيت مسود. مو مسود صالح. وش لونه؟ ذهبي. زيت قلي ذهبي يا حبيبي. لا ما نبغى ذهبي. حط زيت عافية. ابي اكلم عشان امشي الليله طلع مو ذا هي لا نصي شلونه؟ احمر 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 يا ويلي القار ليه تقول احمر عشان مشينا؟ ايش تحسب خلصنا؟ ما بنغير زيت صح بس تعال تحت ابوريك ال لا لا والله تجي والله تجي اي اي صالح صالح والله تعال والله امشي صالح يا ولد دزمه يا هو شو برا تعال اجي ليه صالح؟ نشوف انا ما بيجي اتعلم انا بعيش تبى تعيش يومي ولا لا؟ ايه تعال بقهوة وبسبحة انزل لا تنقلب علينا امشي ها. الحين انت طالع هنا ما تدري ايش السالفة صح؟ يا ابوي مو حر مو ايه ما عليك ما عليك هذه الماكينة ايوه تمام؟ هذا صرة الزيت من هنا تغير زيت شوف هذه تفكها طلع ما شاء الله طلع ام الزيت بعدين تقفلها وتعبيه من فوق ايوه حلوين وهذا فلتر الزيت شوف الدويري ذا هذا الفلتر اللي تغيره مع كل تغيير الزيت ايوه خلاص بس هذه طبعا الدوده حقت الدركسون هذه عاد مراوح المكيف هذه عاد شلون مراوح المكيف فيه؟ ايه قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا بس ما شاء الله سياره يعني جميله جميله جعلي ما اعرف بالسيارات مشينا مشينا وين رايح؟ ابلش يا ولد يا ولد غبره شوف عيونه شوف هذا ابوك اللي تقاعد شوف عيونه شوف عيونه كيف حواجبه الله يعطيك العافيه يا حبيبي شكرا لك محاكي حتى بالحقيقه محاكي اركب معين اركب هناك دورك تسوق والله ما اسوق ليه؟ ما فيني حيل اسوق عادي يبغى يعيش يومي بس ما قاعد يسوي الاشياء اللي انا اسويها كيف يعيش يومي؟ بالله قولوا له تحت في التعليقات ترك ما قاعد ما يعني ما تعطي اليوم حقه بس يا حبيبي هذا غسيل ايش تبي تصور يد انا بعيش يومك بشوف شو تسوي مو انا اسوي انت اجل على كذا انت تشوف اليوم زيك زي المتابع لا انت تعيش يوم انك تسوي معي اركب اوريك انا الحين انت رفضت تسوق صح؟ بوديك مكان الحين يعطيك تجربه القياده مكان جميل ما قد رحت الصراحه بس طلع اللي في راسك فيه وشو طيب؟ بسم الله بسم الله بسم الله والله والله ما ترى هو والله ما والله العظيم اني بس احط رجلي والله العظيم اني ماني متعمد ما هل انا شوف طالع لا لا هل انا راعي الاشياء لا والله صدق لا طيب وش تقول هو محل ولا ايش؟ اي محل محاكيات قياده هجوله لا زاحم صح والله انا ما قد رحته بس ابغى اعيش كل الجو هذا يعني اروح انا هجوله نطل اللي تبي طبعا السياره هذه انصنعت لان الشركه ترى مجانين تخيل ما همهم اصلا انه يصنعون سياره قويه ولا شيء بس يسوون شيء غريب تخيل 10 سلندر في سياره حر وش بتشيل تريلر وراك ما يعني ما شيء مو منطقي ما شاء الله 10 سلندر التانك كبير فمسوي لك السياره ما تنفع السباك بس سووها كذا بس انه اوه ترى نقدر دلوخ يا ولد الحين بتعيش ما تبغى تسوق سيارتي صح؟ تفضل يا ولد صالح اقسم بالله عليك جداول غريب خذ راحتك ترى ما عمري دخلت بس كذا ابغاك تعيش جو السيارات لازم. يا ولد هذه حقت هجوله طبعا عندك سيارات كروز على شارع من شوارع الرياض صح؟ ايوه عندك طاره كروز طيب مو عادي ولا لا لا على طول روح ما يحتاج والله روح ورني افضل خشه عندك يلا ايوه ايه
خذ راحتك. تم. لا تخاف. تم زلني. ماشي 120 امش. اصبر ها 100 شوف كم 160. بعدين من اللي بيهوز من هنا؟ خليك نص. اصبر اصبر هي انا كذا. هجت هجت. روح ممسوح. لا عاد مو كذا. روح يا العكسية. ورب والله العظيم اني اعرف والله. والله فنان يا ولد ما في مقعد معزز. اي واحد يشترك هذه العيونة ها؟ عيون اي واحد يشترك. يلا يلا عطوا. ايش هذا؟ غشيم ذا. ايه بسم الله 100 وكم؟ على 180 على 180 ابيها. ابشر بي 180 مطولين شوي بس. يلا بسم الله بسم الله. راح اي هجت. لا راح بمجروح يا ولد. راعي هج ولا مشاذ. صح انك سلمت على الرصيف. التفحيط شيء مو حلو والله العظيم. يا كثر الناس اللي ماتت من هالتفحيط. اكيد فما عليكم من السرعه وهذا. لا لا ابدا عشان كذا في العاب محاكي تستمتع فيها. نعم محاكيات تستمتع فيها. كيف طيب متى تخلص؟ متى تخلص لاني ابي العب؟ يلا خلصت. لا لا بس كذا بس ما اعرف. صعب ترى والله صعب يا رجال. صعب عليك وعلى اشكالك. كيف اقدم السيت بك؟ شوف 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 ابو مشواح. شوف هذه لعيونك. شوف كذا برد يدك من كيف. اي يا رجال هذا حلو. حلو 200 ترى. شوف 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 شوف. اسلم اسلم. اصبر 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 اصبر. تعدل تعدل تعدل. خلاص الى رمضان. لا 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 يا جماعه الخير ما احنا حقين تفحيط. ابي درفت بشربي درفت. احنا ما احنا حقين تفحيط ولا ننصب بالتفحيط. خلاص خلاص انتهى جدولي. روح بقعد العب انا. اقول امشي امشي. شوف شوف كذا كذا كذا. بعدين خش من هذا. شوف بعدين والرصيف عادي. خش ما عندك مشكله. طحنا في البحر. اي ما عجبك الجدول ذا؟ ترى جدول فنان فنان صادق. عطني يدك مشينا. وين الباب؟ هذا بس خلصنا. طيب اسمع اسمع قبل ما ننهي جداولنا ونروح مقطع للي الطبعة اتوقع انها خلصت. حلو نبدل واجيب الطبعة نروح نتعشى بعدين نروح مقطع للي. كذا نكون قفلنا اليوم. حلو ممتاز. عشان تعيش الجدول من الى فعلا. حرفيا ترى جيتني والله توني صاحي منه. يعني اليوم بمقطعي هذا وريتكم صالح وصور مقطع وبعدها أيوة عندنا مقطع مع للي بملعب. ايوه خلف الكواليس. خلف الكواليس والله شفته خلف الكواليس فعلا. اشتراك الله يرضى عليك. والله قربنا مليونين. والله طولت بمليون يا اخي. يا اخي اشتركوا يا اخي. كم النسبه اللي مو مشتركين؟ كم؟ اقسم بالله انه اكثر اللي يشوفون مقاطعي مو مشتركين يا اخي. ما ودي اظلمهم ترى نصهم ما يدون ينسون انه اوه ما صح. اذا صارت علامه الاشتراك بيضاء بيض الله وجهك. طيب ابو مشواح خلصت شفت هذه؟ شوفوا يا جماعه والله انها حلوه. فنان. اصبر غط وجهك عشان الفوكس. شوف ايش ميزتها. القطعه هذه شوف مكتوب هنا 3 ام هير. شوف ايوه يعني تعلق اللزق هنا وهذه تعلقها في الجدار كذا. تلزق في الجدار كذا وبعدين ادخل هذه هنا. هذه تجي تركبها كذا كذا مقلوبه. شوف زط تركب تعلق كاب هنا كاب هنا. علمني كم عندك كاب واطبع لك مجموعه كل واحده تجي اثنين. والله العظيم حلوه فنانه. احسن. طيب ابي شيء صالح. الحين وش الجدول؟ الان الجدول بروح ناكل. شوف انا ترى بدلت. ايه بناكل وعندنا مقطع للي بعد شوي. نروح نصور مقطع للي. توكلنا على الله. يلا مشينا مشينا. بسم الله وصلنا الملعب الان. مقطع للليش. شكرا صالح حبيبي. والله ما قصرت. شكرا على الضيافه وعلى الجدول الجميل حبيبي. اعجبني صراحه رغم انه فيه زيوت مزيوت. اي المشكله ايش؟ انت ما علمتني تراك فجاه كذا. لو اني جايك بسكنك اللي بالدمام. اوه تدري ان عندي ورشه وعندي رافع وربي لاخليك تغير زيت بنفسك. الحمد لله اعطيك. لا والله يوم من الايام باذن الله يا رب يا كريم. أيوة. اعطيك لبس حق الورشه ذا وزيوت كل شيء وصب زيوت. والله تصب تعيش تعيش كل حاجه باذن الله. اخر مره تشوف صالح في السلسله هذه. تفاءل خير يا ولد. لا لا ان شاء الله. مين تبون رايد يطلع معه فعلا يعيش يومه من احد اليوتيوبرز؟ اكتبوا لنا اسمه تحت في التعليقات. اكتب الكومنت وشوف عاد على لايكات كذا بنروح نشوف جدوله كامل. ولا تنسون لايك. واذا ما قدموا اشترك. اشترك. طيب صالح في شيء ما يدرون عنه يا جماعه؟ صالح اسمنا خلصنا بنخلص لعب بعد بنرجع شقه صالح بنروح نتكي عنده وننام. والله ما ترجع تابع فيلم. والله ما تشوف ايش تبغى. خلاص هو يوم يبدا من وقت ينتهي في وقت. انت تبغى تسكن معي؟ اي بشوف كيف انا. لا لا خلص 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 يلا هناك يلا.